رجعنا لكم تاني معانا فقره جديده مع دكتوره عليا، فقره الاطفال بقى واسنان الاطفال وازاي نهتم باسنان اطفالنا. هنرحب بدكتوره عليا عمر، طب ماجستير اسنان الاطفال. زي حضرتك يا دكتور، ازيك؟ عامله ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. طبعا الاطفال دي كارثه كارثه مع دكتور الاسنان، يعني احنا الكبار بنخاف من دكتور الاسنان، فالاطفال بتخاف جدا من زياره دكتور الاسنان، وبالنسبه لها بعبع. يعني هي بتبقى داخله رايحه اساسا بنبقى عاملين كذا حاجه عشان نعرف ندخلهم، فعايزين نعرف حضرتك بتتعاملي مع ازاي مع الاطفال اللي بتيجي العياده وهي خايفه من دكتور الاسنان. يعني اولا هو انا جايه معاكي النهارده عشان نتكلم على البوينت دي، نوضحها بصوره كبيره شويه. اوكي، احنا الطفل لما بيجي اول زياره عند دكتور الاسنان احنا بنحاول ان احنا نخليه ياخد على الجو، التوتر اللي بيبقى حاسس بيه يهدى خالص، هو جاي يخرج، جاي يقضي وقت لطيف. يعني ببساطه يعتبر بين بريك ذا ايس، ان هو بيجي ان شفتوا الكيدز اريا، بيجي يلعب في الكيدز اريا شويه، نتعرف عليه، بنعمل انترفيو مع مامته، بنعرف منه هو بيحب ايه، بيخاف من ايه، ايه الشكوى بتاعته، ايه اكتر حاجه هو مهتم بيها بالنسبه لاسنانه. وبعدين بعد كده بنعمل انترفيو معاه، بيشوف العياده كلها، بيبص عليها، بنعرفه على الادوات اللي هنشتغل بيها. بنسبه كبيره بتبقى اول زياره ما فيهاش شغل، او لو فيها شغل بتبقى حاجه بسيطه خالص، غير كده احنا بنلعب وبنتعرف على بعض وبنقضي وقت حلو. طب ده حلو جدا والله. يعني بتقدري تاخدي مع، يعني الطفل بيقدر يتجاوب معاكي من اول مره، ولا بتبقى فيه مشكله، يعني في كارثه بتقابليها، ولا الموضوع خلاص بقى بالنسبه لك تمام؟ هو الفكره كلها ان احنا بنعمل بريبير للكيد، ان احنا في الاول بنقعد معاه، بنقعد مع البيرنت الاول، انا بقعد مع مامته، بعرف منها هو بيخاف بنسبه قد ايه، القلق عنده بنسبه قد ايه، حصلت زياره قبل كده في عياده تانية ولا لا. بنبتدي ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي هو قلقان منها، واتكلم مع الام بحضرها ازاي ان هي المره الجايه لما يجي معاها، او لو المره الجايه هيبقى في شغل، لو هي جايه اول مره من غيره، احنا المفروض ان احنا نعمل ايه ونتصرف ازاي ونجهزه ازاي للزياره دي. ولما بيجي هو بعد كده الطفل او الطفله، بيبقى بقى الفكره انه انا محتاجه ان انا اتعرف عليه وان احنا نبقى اصحاب، بحيث ان هو لما هيبقى في صداقه بيني وبينه هو هيقدر ان هو يقعد على الكرسي يبقى واثق فيا، مش هيبقى قلقان من اي حاجه. لما يبقى المكان بالنسبه له مش اول مره يدخل فيه، هيبتدي ان هو بالنسبه له لا، انا عارف الناس دي وعارف المكان ده، وانا جاي اعمل حاجه بسيطه، مش جاي اعمل حاجه كبيره زي ما هو متخيل او زي ما اهله موصلين له. تمام. طب احنا محتاجين نعرف يا دكتور، هو ايه التو سمايل بتقدمه جديد للاطفال؟ احنا في تو سمايل بنركز اكتر على الجزء بتاع البريفنشن او الوقايه اكتر من العلاج، لان انا كل مشكله لو قدرت ان انا اعالجها من الاول صح، مش هقدر اوصل بعد كده للمشكله زي ما هي. كل ما بنعالج المشكله بدري، او ان احنا نحافظ على اسنان الاطفال بدري، كل ما كان الموضوع اسهل. فاحنا بنعلم الامهات ازاي تهتم باسنان اطفالها ان ديتيلز، بدايه من ممكن فتره الحمل لو هي بتتابع معانا في العياده من بره، لحد ما البيبي ممكن يكمل 12 سنه كمان انه يطلع كل اسنانه الدايمه ويبدل اسنانه اللبنيه. احنا بنعلمها ازاي ان هي تغسل له اسنانه من هو بيبي، وازاي بعد كده هو يهتم بغسيل اسنانه. فاحنا بنبتدي كوقايه، وبعدين بعد كده بنخش في مرحله العلاج. وبعدين بيبقى في بريودك تشيك اب كده كل 6 شهور، احنا بنبص على سنينه ونشوف هو محتاج يعمل ايه. فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نمنع ان تحصل مشكله كبيره، بان احنا بنعالج المشاكل الصغيره قبل ما تحصل. اللي هو بيبقى في ملف كامل لحالته من اول ما كده بيبدا معاكم، من اول يوم بيجي فيه العياده لحد ما بيبقى خلاص طلع كل اسنانه او عدى مرحله الخطر دي. بالظبط كده. طب يا دكتور احنا عايزين، يعني احنا كنا بنسمع ان في اطفال بنحتاج نعمل لهم بنج كلي، امتى بنحتاج ان احنا نعمل بنج كلي للطفل وهو عند دكتور الاسنان؟ الحاله بتاعت البنج الكلي دي بتكون نتيجه انه اولا الطفل سنه صغير جدا، هي معظم الاطفال اللي بنعمل لها بنج كلي بيبقى سنهم صغير جدا، عندهم كذا سنه من سنانهم مسوسه، معظمهم بيبقوا سن حوالي سنتين او اقل، فبيبقى هو مش مدرك ومش مستوعب هو في مكان عامل ازاي. احنا مش عايزين اول زياره ليه وهو لسه بيبي مش فاهم اي حاجه ومتعلق قوي بمامته، تكون زياره مقلقه او مخيفه بالنسبه له، فبنضطر ساعتها ان احنا نخش على البنج الكلي. لكن طول ما الطفل قادر ان هو يتعامل ويتعايش ويقعد على الكرسي ونشتغل، احنا بنشتغل عادي في البنج الموضعي العادي. والبنج الكلي هو حاجه يعني مش نقلق خالص، مش بتاثر على النمو بتاع الطفل، مش بتاثر عليه بعد كده سيستميكالي، هي الفكره كلها انها وسيله بتخلينا نعرف نشتغل في امان، هو ما يبقاش مخضوض ومتوتر وقلقان من الزيارات فيما بعد. طب يا دكتور عايزين نعرف ان احنا عشان خاطر نتجنب بقى تسوس الاسنان بتاعت الاطفال والحاجات دي، فمحتاجين نصيحه من حضرتك كده تقول لنا ايه الطرق ان احنا نتجنب بقى، يعني كامهات كده مامز لسه جديده مش عارفه، ايه الطرق بقى نتجنب بيها التسوس؟
احنا بنتكلم في عندنا ثلاث حاجات. احنا بنتكلم اول حاجه في البورت بتاع الاكل، وده احنا هنشرحه بعد كده ان ديتيلز، وبنتكلم في البورت بتاع ان انا اهتم معايا بغسيل الاسنان، وبنتكلم في البورت بتاع ان انا لو في بدايه تسوس ان انا بعمل حاجه زي فلورايد ابلكيشن. الفلورايد ابلكيشن ده عباره عن زي فورنش كده، الفورنش ده زي المانيكير بنحط على السنان بتاعة الأطفال. هو كان فيه صورة ليه معانا الصورة يا جماعة؟ تمام يا دكتور. أوكي. هو بيبقى زي مانيكير كده بيتحط على سنان الأطفال، دي بتزود مقاومة السنان للتسوس، وفي نفس الوقت هي حاجة بسيطة خالص طبيعي، يعني مش تضايقه أو مش تبقى دكتور معنا. بالضبط، هو ده الفورنش، حاجة عاملة زي المانيكير كده بيتحط اللاير، بنعملها كل 3 شهور او كل 6 شهور على حسب الولد عنده استعداد اكتر ان هو يكون تسوس او لا. وفي حاجه تانية احنا بنعملها، حاجه اسمها ان احنا بنقفل التجوفات او الحتت العميقه اللي بتبقى موجوده في سنين الاطفال اللي ممكن هنا اللي ممكن بيتحشر فيها الاكل. الحاجات دي احنا بنعمل حاجه اسمها فيشر سيلنت. الفيشر سيلنت ده بيقفل الحاجات التغوطات دي وبتمنع التسوس. تمام يا دكتور. طب يا دكتور، احنا عندنا امهات كتير بتشتكي ان في بقع بتظهر على اسنان ولادها، حاجه كده شبه التسوس، بقع سمراء بتظهر على اسنان ولادها، ده ليه علاج او ده ليه حل؟ يعني ايه سببه وايه حله وتعمل ايه، تقدر تتعامل ازاي؟ التسبغات دي هي بتبقى سببها اللايف ستايل الوحش، الحاجات الفاست فود، البيبسي، الشوكليت، الحاجات دي كلها هي بتبقى زي ستين كده زي ما انت بتقولي، بيبقى موجود على سطح الاسنان. ده علاجه بسيط خالص، هو بيجي عندنا العياده بنعمل له زي بولشنج، بنضيع بالظبط، بنشيل كل الحاجات اللي هي الستينز السودا دي، وطبعا عشان نمنع ان هو يحصل تاني نهتم اكتر بقى بالحاجات الفاكهه والخضور والاكل اللي فيه الياف، ونبعد على قد ما نقدر عن البيبسي والشوكليت والكلام ده. تمام يا دكتور، احنا لسه هنيجي اصلا لطريقه الاكل بتاعت الاطفال والاكل الصحي وايه اللي يتاكل وايه اللي ما يتاكلش. طب يا دكتور، احنا عايزين نعرف امتى ابدا اغسل اسنان طفلي، يعني من سن قد ايه او من ايه المرحله العمريه اللي انا اقدر اغسل بيها الاسنان بتاعت الطفل، وايه الطرق اللي انا اغسلها بيها؟ محتاجين حضرتك توضحي لنا. احنا بنغسل فروم داي 1، من اول ما البيبي بيتولد. طبعا بيبقى فيه ستيجز كده لطريقه غسيل السنان. اول حاجه معانا الصوره هي دكتور، ممكن توضحي لنا. دي فرشه سيليكون، الفرشه السيليكون دي لما بيطلع اول سنه للبيبي احنا بننظف بيها السنان دي بالميه بس من غير اي معجون ولا اي حاجه خالص. من داي زيرو لاول سنه تطلع بنجيب شاشه مبلوله وبننظف بيها اللثه بتاعه الاطفال، وبعدين من اول سنه لحد سنه ونص بنستخدم الفرشه السيليكون دي بننظف بيها السنان اللي بتكون طلعت، ومن سنه ونص لسنتين بنجيب فرشه اسنان الاطفال والمعجون بتاع الاطفال وبنغسل بيهم سناننا مرتين في اليوم، ده اقل حاجه طبعا، اهم حاجه المره اللي قبل النوم، والمفروض يستحسن طبعا بعد كل وجبه. احنا معانا فيديو بيوضح كمان طريقه غسيل الاسنان بتاعه الاطفال، يا ريت نطلعه. جاهز معانا الفيديو؟ الفيديو معانا اهو. احنا بنجيب زي حبايه الرز كده. تمام. اوكي، بيغسل بيها اسنانه بحركات دائريه. اوكي، هنغسل لمده دقيقتين كاملين، وبعدين بعد كده بنتمضمض. طبعا الموضوع ده احنا قلنا بيتعمل مرتين في اليوم، واهم حاجه المره اللي قبل ما ننام فيها. تمام يا دكتور. عايزين كمان يا دكتور نتكلم بقى، جينا الجزء بتاع الاكل الصحي. طبعا بعد ما خلاص علمناهم ازاي يغسلوا اسنانهم، عايزين نعرف بقى الاكل الصحي، ايه الاكل اللي حضرتك بتنصحي بيه الامهات ان هم لازم ياكلوا في اطفالهم في الفتره دي المرحله العمريه دي عشان سنانهم ما تتاثرش؟ اول حاجه عايزين نبعد على قد ما نقدر عن الحاجات المصنعه والحاجات اللي فيها سكر واي حاجه فيها سكر، احنا خلينا دايما في الحاجات الطبيعيه، الفاكهه، الخضار، البيض، الحاجات اللي فيها منتجات البان، السمك، كل الكلام ده بيزود من يعني بيحسن صحه الاسنان وبيقلل كتير قوي من ظهور التسوس. تمام يا دكتور. طب في حاجه معينه مثلا فيتامين معين او حاجه الاطفال بتاخدها عشان خاطر تقوي الاسنان، غير ان هم بييجوا يعملوا فلورايد لو في مشكله عندهم بييجوا يعملوها في العياده عندكم، انما في المراكز عندكم، انما في حاجه مثلا فيتامين معين؟ لان في دكاتره اسنان بتقول لا لازم تاخد كالسيوم، لازم تاخد مش عارف ايه، هو دكتور الاسنان مش هو اللي بيحدد الطفل محتاج ياخد سبلمنت ككالسيوم او لا. تمام. اللي بيحدد السبلمنتس دي بتبقى دكتور الاطفال. انا بالنسبه لي الكالسيوم وانس ان هو اتكون قبل كده والبيبي في بطن مامته هو مش بيرجع يتكون تاني. انا بركز اكتر على البورت بتاع الفلورايد وان انا امنع على قد ما اقدر انه يحصل تسوسات تانية.
لكن ان انا يعني مش انا اللي بدي السبلمنت ده او انا اللي بكتب عليه، اللي بيكتب على الحاجات دي دكتور الاطفال، لان هو بيبقى شايف انه لا هو محتاج عشان خاطر تكوين العظم بتاعه. جالنا بقى يا دكتور طبعا لما عرفنا ان حضرتك طالعه معانا النهارده، جالنا اسئله من امهات بتقول ان انا ابني بيطلع سنانه مسوسه، يعني هو السنان اللبنيه اللي بتظهر طلعت مسوسه، فده بيبقى ايه سببه؟ ده نوع من انواع التسوس اسمها تسوس الرضاعه، ده نتيجه ان البيبي وهو بيرضع بيبقى فيه اللبن بتاع الرضاعه سواء كان لبن طبيعي او لبن صناعي بيكون موجود في بقه، بينام وهو في بقه مش بتتنظف ولا اي حاجه، فالسكر اللي بيبقى موجود في اللبن ده هو بعد كده البكتيريا بتتغذى عليه وبتعمل التسوس. كان في فيديو احنا كنا حاطينه او معانا الفيديو يا جماعه، يا ريت نجهزه. وفي طب المشكله دي ايه الحل بتاعها؟ الحل بتاعها عشان نمنع ان هي تحصل، اولا احنا بعد ما الطفل بيرضع بنجيب قطنه او شاشه مبلوله وننظف بيها اللثه بتاعته، اوكي؟ ان احنا بعد كده طيب حصلت المشكله دي ومحتاجين ان احنا نعالجها، هي بتتعالج طبعا على حسب السيفيريتي او قوه التسوس وصل لغايه فين. لما بيبقى الموضوع تسوس صعب جدا والسنان يعتبر تسوس متمكن منها، فاحنا بنعمل حشو عصب للاطفال وبنركب عليها طرابيش زيركونيا، بتبقى طرابيش لونها لون السنان الطبيعيه، بنعمل الكلام ده عشان الطفل يحس ان هو عايش حياته الطبيعيه عادي، مش متضايق من ان شكله مش حلو، لان هي بتبقى شكلها شكل السنان الطبيعيه بالظبط. احنا معانا الفيديو يا دكتور جاهز. هو اللبن بيتكون بيتجمع في بقه، فمع البكتيريا ومع ان هو قاعد فتره طويله في بقه بيبتدي يعمل تسوس بالستيجز اللي احنا شايفينها كده دلوقتي. تمام. طب يا دكتور هو في سؤال، يعني هو الطفل دلوقتي بيرضع وهو نايم مثلا، مامته اديته الرضع وهو نايم، الفتره لحد ما يصحى من النوم ده هيأذي السنان في حاجه؟ البكتيريا اصلا بتبقى اكتر فتره نشطه فيها هي وهو نايم، واللبن سواء كان لبن صناعي او لبن طبيعي بيبقى فيه نسبه سكر عاليه، والبكتيريا اكتر حاجه بتحبها انها تاكل السكر ده. السكر بالظبط. بالظبط كده، فاحنا كل ما بنسيبها موجوده على سطح السنين لفتره طويله كل ما احنا بنزود فرصه البكتيريا ان هي تعمل تسوس اكتر. فده طبعا لازم الام بعد ما البيبي يرضع على طول لازم تبدا تعمل بالزبط النصيحه اللي حضرتك مبلول كده وتنظف اللثه. بالظبط كده. تمام. طب بالنسبه لي يا دكتور ان دايما في اطفال كتير قوي بتحط صباعها بقها، البديل التيتانين التيتينه وبديل الحاجات كتير قوي، او هو بيبقى عنده حاله انها تعمل ده، ازاي نحل المشكله دي لان تقريبا بتاثر على السنين بعد كده؟ هي الموضوع لو استمر لأكتر من 3 سنين طبعا بيبقى بيأثر جامد على السنان. هو الحل بيبقى يعتبر 3 حاجات احنا بنشتغل step by step. اول step ان احنا بنحاول نعرف بس الطفل ده فيه ايه مقلقه او مخليه متضايق، مخليه دايما ان هو بيحط صباعه في بقه. بنحاول نخلي الامهات او الاباء يتكلموا معاه يطمنوه يهدوه. خلصنا الستيج دي ولسه بيحصل ان هو بيحط صباعه في بقه، يبقى هنحط تيب على صباعه عشان يفتكر كل ما يجي يحط صباعه في بقه، لا لسه هو بيتلخبط وبيحطه تاني، هنجيب كريم كده بيبقى متباع في الصيدليه عشان يخليه يمنع الهابت دي، او يحط الوفيرا جل اللي هو الجل الصبور يحطه بحيث ان هو كل ما يجي يحطه هيلاقي طعم غريب فهيشيله من بقه. احنا معانا صوره بتوضح اصلا دي شكل السنان لما الطفل بيفضل يمص في صباعه بيبقى فيه زي سبيس كده ما بين السنان اللي فوق والسنان اللي تحت، ولو الموضوع ده استمر بتأثر بعد كده على العضة وعلى التكوين الشكلي بتاع الطفل، عشان كده بيبقى آخر ستيج لو الموضوع بقى permanent احنا بنوصل بقى لان احنا نركب له تقويم زي التقويم ده، بتبقى تقويم ثابت مع دكاترة التقويم اللي معانا في العيادة، بنركب التقويم ده عشان خاطر ان هو يحل المشكلة دي، كل ما كان بدري طبعا كل ما كان احسن. طب يا دكتور احنا في حاجه اسمها حافظه اسنان اللي هي حافظه المسافه بتاعه الاطفال لما السن بيقع، الحافظه دي امتى بنبدا نركبها؟ هي بتركب يعني الموضوع ده بند على عوامل كتير، هي منها انه السنه دي اتفقدت في وقت بدري جدا، السنه اللي وراها اللي هتبدل معاها ما تكونش منها جزء كبير فهتاخد وقت اطول على ما تطلع، فالفتره دي احنا السنان عندنا دايما بتميل ان هي يعني بتميل شويه على المكان الفاضي، تحاول انها تملى المكان الفاضي ده، فالمكان الفاضي ده لو اتملى من غير وجود حافظ مسافه هتطلع بعد كده السنان مش مرصوصه صح، فهيضطر بعد كده انه يعمل تقويم، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر عشان نمنع حاجه زي دي لو قدام السنه فتره طويله على ما تطلع اللي وراها بنركب حافظ المسافه. طب حضرتك يا دكتور كنتي بتقولي لنا ان ممكن الطفل نعمل له زراعه عصب ليه او حشو عصب ليه وهو مثلا لو في اي مشكله في سنينه، طب هو ده مش بيأثر عليه يعني ده مش تقيل شويه على الطفل ولا؟ لا لا لا، حشو عصب الاطفال مختلف خالص عن حشو عصب الكبار، حشو عصب الاطفال ده بيبقى حاجه بسيطه جدا زيها زي ان احنا بنعمل حشوه تجميليه،
موضوع بيبقى بسيط، احنا كده كده اصلا بيبقى هو واخد بنج فمش بيحس باي وجع ولا اي حاجه. طبعا زي ما احنا كنا بنقول في الاول، اهم حاجه عندنا ان هو يقضي زياره لطيفه، ما يبقاش حاسس باي الم او اي حاجه، فهو الموضوع بيبقى بسيط خالص. فلا مش القلق اللي الناس بتبقى حاسه بيه لما بتعمل حشو عصب الكبار. ما هو يعني اصل حشو عصب طفل، فاي ام هتبدا بتسمع بتسمع تتخض، هيتعمل ازاي، هيستحمله ازاي. فاحنا بنتكلم على ان ده حتى طب بعد ما بيخرج، بعد ما البنج بيروح، ده بيأثر عليه مثلا كدراسه وكلعب وكحاجه؟ لا لا ولا اي حاجه خالص. لا 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 ولا اي حاجه خالص، هو بيخلص الجلسه بيروح يعيش حياته خالص. هي الفكره كلها ان احنا بنعمله ليه، لانه هو بيبقى التسوس واصل خالص لحد الجدر، احنا محتاجين نحافظ على السنه دي لحد ما يجي وقت التبديل، او السنه دي لازم ان احنا يعني نحافظ عليها. فعشان كده احنا بنعمل لها حشو عصب، ولو فضلت من غير ما يتعمل لها الحشو ده هتعمل بعد كده خروج وهتعمل مشاكل كتير تتعبه. فبيبقى الحل ان احنا لا هنعالجها، وهو بعد كده بيكمل حياته طبيعي عادي خالص. طب يا دكتور، حضرتك بتنصحي الامهات اللي هي مثلا ابنها لسه ما بدلش اسنانه، لسه السنه اللبنيه، بس طلع في مشكله في السنه، يعني مثلا عنده خراج او عنده مشكله في السنه، ففي امهات كتير بتستسهل انها تروح تخلع السنه قبل ما اصلا السنه الاولانيه تطلع، اللي هي دايما اللي هي تطلع. ففي يعني امهات كتير بتستسهل ده، لان الطفل عمال يزن، عنده مشكله، عنده يعني حاجه في بقه، دم او خراج او حاجه زي كده، دي بتبقى مضايقاه. فحضرتك تنصحي الامهات دي انها تعمل ايه؟ هو لازم طبعا احنا على قد ما نقدر بنحاول نحافظ على الاسنان اللبنيه، لان الاسنان اللبنيه مهمه في حاجات كتير. يعني هي لو السنه اللبنيه المسوسه دي هي قدام، فهي بالنسبه له هتضايقه جدا من ناحيه الشكل. لو السنه اللبنيه دي موجوده ورا، فهي هتبدل. احنا بنتكلم عندنا فتره التبديل بتاعه الاسنان اللبنيه بالاسنان الدايمه من سنه 6 سنين لسن 12 سنه. فاحنا لو فقدنا سن ضرس مثلا عند سن 4 سنين، على ما هيبدل احنا قدامنا فتره طويله. فالفتره الطويله دي هيبقى ساعتها صعب ان السنه هيحصل فقد للمكان. السنه اللي هتيجي تطلع بعد كده هتاخد وقت طويل على ما تطلع، ممكن بعد كده نلاقي السنه الدايمه اللي هتطلع مكانها مدفونه، فهتحصل مشاكل كتير. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر، لا احنا بنحافظ السنين اللبنية بتشتغل كحافظ مسافة، وفي نفس ذات الوقت هي بتساعده على الأكل وبتساعده على إنه يبقى شكله حلو. فلا على قد ما نقدر لازم نحافظ على السنين اللبنية لأطول فترة ممكنة. طب احنا يا دكتور عايزين نسأل حضرتك على حاجة دلوقتي. طفل هو خلاص راح لدكتور بره مثلا وحصلت عنده كارثة في سنانه، تمام، وصحابه طبعا انت عارفة التنمر أسوأ حاجة في سن بتاع الأطفال ده، أسوأ حاجة يعني بتخلي الطفل ممكن ما يبقاش عايز يتحرك أو يروح في أي حتة. فهو جه لحضرتك وهو عنده الكارثة دي، إن أسنانه الاتنين اللي قدام مش موجودين، وده ممكن نقدر نعالج الطفل بيه إزاي؟ لأن هو لسه قدامه كذا سنة مثلا على ما تطلع الأسنان دي، فده بيبقى ليه حل عند حضرتك؟ طبعا. هي إحنا لو بنتكلم إن السنان مش موجودة خالص، إحنا بنركب حاجة زي تركيبة كده صغيرة، هي بتعوض له الشكل الجمالي بتاع إن السنان دي مش موجودة. ولو السنين موجوده بس مسوسه بشكل كبير، فاحنا بنعمل لها حشو عصب وبنركب لها الطرابيش الزركوني عشان ترجع الشكل الجمالي بالنسبه له تاني. طب الحشوه التجميليه دي لو احنا هنركبها دي بتبقى كويسه؟ يعني هيعرف يتعامل بيها، هياكل، هيتحرك، بيتعامل كل حاجه، بياكل ويتحرك ويتنطط ويعمل كل حاجه هو عايزها. خلاص يعني دي بالنسبه للامهات كتير قوي، لانها بيبقى مشكله بتعاني فيها مع طبعا ابنها وكده. وبعدين دي مشكله الاطفال كتير قوي، هتعالج معاهم ان هما ما يبقاش حد بيتريق عليهم، بتفرق كتير بعد كده حتى في الشخصيه بتاعتهم وفي طريقه كلامهم وتعبيرهم عن نفسهم. الفتره دي بتبقى فتره تكوين شخصيه، فلما بيحس انها في تنمر او في حاجه على شكله بيفضل على طول حاسس انه لا انا عندي حته انسكيور، انا عندي الحته دي دايما، انا قلقان من شكل سناني، انا قلقان من ضحكتي. فعشان كده احنا بنحاول، لا البورت ده مهم جدا جدا بالنسبه للطفل قبل ما يكون مهم جدا جدا بالنسبه لنا احنا كمان في الشغل. هو يعتبر كده مراكز تو سمايل، هي الراعي الرسمي للضحكه للابتسامه، انها تخلي ابتسامتنا احلى سواء اطفال سواء كبار. فده الراعي الرسمي لكل حاجه، اسم العياده. طب يا دكتور حضرتك احنا حابين يعني تنصحي الامهات بكذا نصيحه لاولادهم ان هم ازاي يتعاملوا معاهم صح عشان خاطر ما يخسروش سنانهم وما يتعبوش قدام. هم ممكن هنركز في ثلاث نقط. اول نقطه ان احنا لازم يبقى فيه يعني تشيك اب كل فتره، اول ما تطلع اول سنه يبقى فيه زياره للدكتور عشان نشوف احنا الدنيا عندنا اخبار ايه، محتاج ان هو يتعمل له فلورايد ابلكيشن او هنمشي ازاي. طبعا بعد كده في زياره كل 6 شهور نطمن على سنانه ايه الاخبار، لو في بدايه تسوس او حاجه نلحقها. تاني حاجه لازم نهتم على قد ما نقدر بالاكل الصحي. انا كل ما بقلل نسبه الكربوهيدرات اللي بتبقى بياكلها، كل ما تبقى صحته احسن، كل ما بيبقى التسوس عنده اقل، كل ما انا بحافظ على الموضوع من قبل ما تحصل المشكله. طبعا جنب الاكل الصحي غسيل الاسنان، غسيل الاسنان حاجه مهمه جدا جدا جدا.
لازم نهتم بيه. طبعا المفروض بعد كل وجبه، بس احنا هنحاول يعني نقللها شويه، يبقى مرتين في اليوم، واهم حاجه المره اللي قبل النوم. تمام يا دكتور، يعني احنا مبسوطين طبعا النهارده من كل النصايح ديت اللي حضرتك اديتيها لنا النهارده في مراكز، من مراكز تو سمايل. وعايزين يا دكتور برضو حضرتك تدي تطمني بقى الامهات وتقولي لها ايه اللي تعمله قبل ما تيجي العياده مع ابنها. يعني كل ام تبقى يلا احنا رايحين لدكتور اسنان كانه عقاب، فاحنا عايزين حضرتك تدي نصيحه للامهات بقى مش للاطفال، للام بقى ان هي ازاي تجيب تاهل طفلها ان هو يجي عنده. اول حاجه الجمله بتاعت هديك حقنه دي جمله احنا بنبقى فاكرين ان احنا بنقولها عشان يخاف ان هو يعمل حاجه، لا، احنا المفروض الجمله دي لما بنقولها احنا بنزود في السبكونشس او في الوعي بتاعه انه الحقنه دي حاجه تخوف او انها رعب او ان انا رايح لدكتور السنان، دكتور السنان ده قاتل اطفال فهيعذبني. فاول حاجه نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نقولوش اي كلام سلبي يخضه. لو انا بخاف من زياره لدكتور السنان مش لازم ان انا اقول له، مش لازم ان هو يجي معايا ويلاقيني خايفه. نحاول ان احنا نبعد عن حاجه زي كده، نتكلم معاه ان الموضوع عادي وطبيعي زي ما بنروح نشوف دكتور الاطفال، زي ما ماما بتروح تعمل شعرها عند الكوافير، احنا رايحين يعني رايحين زياره، رايحين حاجه بسيطه بالظبط كده، زي ما انت رايح تخرج انت رايح تبص على اسنانك بس بيريودك تشيك اب مش اكتر من كده. دي اول حاجه. تاني حاجه انا يعني بفضل انه دايما اول زياره تكون في العياده هي زياره تعارف. انا ببقى محتاجه اعرف الام بتفكر في ايه وعايزه تهتم بصحه سنان ولادها عن طريق ايه، ايه اكتر حاجات بتخوفها، وببقى محتاجه ان انا اقعد مع الطفل اشوف ايه الحاجات اللي بتقلقه، ايه الحاجات اللي ممكن تخليه يتجاوب معايا اسرع ويقعد احسن ويبقى شايف انها تشجعه اكتر. طبعا غير ان احنا بنقعد نلعب في العياده ده كده كده يعني احنا بنقضي يعتبر حتى لو احنا بنشتغل الموضوع بيبقى بالنسبه له على قد ما نقدر احنا بنلعب، احنا مشغلين كرتون، العياده كلها لعب، بيبقى قلبين الجو كله اطفال. لما بيخلص شغل من العياده بياخد الجفت بتاعته، فالموضوع بنحاول ان هو يبقى بالنسبه له هو موضوع لطيف، انت رايح خروجه بس عند دكتور السنان. تمام يا دكتور، بنشكر حضرتك يا دكتور النهارده، الحلقه كانت جميله جدا، الفقره بتاعت طبعا الاسنان دي كانت حلوه جدا. ميرسي جدا يا دكتوره عليا النهارده على كل المعلومات دي، وبنتمنى يا جماعه ان انتوا تكونوا فعلا تاخدوا بقى نصيحه الدكتور، ولو في اي حاجه ممكن تكلمونا وتبعتوا لنا استفساراتكم على الصفحه، وطبعا احنا هنساعدكم ان شاء الله بالرد عليها. وشكرا جدا يا دكتوره عليا. ميرسي يا جماعه، ونشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جديده من طبيب الصحه.